أهلا بك أسامة. يعني لو تضعنا في صورة خروج الدفعة الجديدة من المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية في حي الوعرة اليوم. نعم، اليوم بدأت عملية خروج الدفعة التاسعة من المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر، ووجهة هذه الدفعة ستكون هي باتجاه مدينة جرابلس. في الأسابيع الماضية كان قد خرج 8 دفعات، منها 6 في اتجاه مدينة جرابلس و2 باتجاه مدينة إدلب. بالنسبة لخروج دفعة التاسعة اليوم، متوقع أن يكون هناك ما بين 300 إلى 400 مسلح، وأن يصل العدد ما بين إلى 1500 شخص إلى 2000 شخص من عائلات المسلحين. في خلال الدفعات السابقة جميعها كان وصل عدد المسلحين الذين خرجوا حوالي 3000 مسلح بها. نعم، يعني بالنسبة لهذه الدفعة باتجاه مدينة إدلب كما ذكرت، يعني هي الدفعة الثانية التي تتوجه باتجاه إدلب، أليس كذلك؟ اليوم الدفعة باتجاه مدينة جرابلس. في الدفعات السابقة الثمان السابقة كان هناك 6 باتجاه مدينة جرابلس و2 باتجاه مدينة إدلب. طبعا من المتوقع أن تنتهي عملية خروج المسلحين وإعلان حي الوعر خالي من سلاح قبل 20 من شهر أيار الحالي، ومتوقع أيضا أن يكون هناك خروج دفعتين، واحدة باتجاه مدينة إدلب، والدفعة الأخيرة ستكون موزعة بين الشمال مدينة حمص وأيضا جرابلس وإدلب. نعم، هل لديك معلومات أسامة حول عدد المسلحين الذين خرجوا اليوم من حي الوعر؟ حتى الآن خرج 3 حافلات تقل 127 شخص، بينهم 44 مسلح. المتوقع اليوم متوقع خروج حوالي من 300 إلى 400 مسلح نعم. تقريبا، وكما ذكرنا أن يصل العدد من سيخرج اليوم بين 1500 إلى 2000 شخص تقريبا. نعم، شكرا لك مراسل الإخبارية في حمص أسامة ديوب، شكرا جزيلا لك.